ضمن مشاريع مكتب شؤون المرأة التابع للأمم المتحدة، أعلن في أربيل عن حملة بعنوان نحن هنا من أجل رفع المستوى التوعوي لدى المرأة العراقية للمشاركة في العملية السياسية وبناء السلام والاستماع إلى المنظمات المحلية العراقية التي تعمل في مجال المرأة. الهدف من وجودنا هنا لنقول للعالم بأن النساء موجودات وجزء من الأحداث التي وقعت والتي ستقع مستقبلا أيضا، ونطالب النساء الاستفادة من التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن قصص نجاحهن والتحديات التي واجهنهن في المنطقة. صادق العراق على القرار المرقم 1325 الصادر من الأمم المتحدة الذي ينص على تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية وحل النزاعات، إلا أن القرار لم يفعل لغاية الآن وسط محاولات المنظمات المعنية بالمرأة للعمل على تفعيله. تعمل المنظمات الدولية ومن ضمنها منظمتنا أيضا على أن تفعل هذا القرار. النساء في بلدنا نشاهد أنه يشاركون في العملية السياسية ولكن بالاسم فقط. مع تحديث نسبة مشاركة المرأة في السلطة التشريعية في العراق بحسب الكوتا، إلا أن المرأة ما زالت تشعر بالتهميش في عملية صنع القرار وسيطرة المجتمع الذكوري مع مقاومة جميع أشكال التمييز، وأيضا من جهة مشاركتها في صنع القرار وقدرتها على مواجهة التطرف لضمان الشمولية والتسامح في المجتمعات المحلية بعد انتهاء النزاع. ماكو دعم حكومي بالحقيقة، يعني هو الكلام فقط انه احنا نحضر اجتماعات ونحضر مؤتمرات، بس فعليا المرأة مهمشة. المرأة القيادية يجب ان تثق بقدراتها قبل ان يعترف الآخر بها، هذا ما تذهب اليه بعض السيدات اللاتي خضن تجارب تسلم المسؤولية في المجتمع واثبتن نجاحهن من خلال عملهن. بحاجة لإعطاء الثقة لأخذ المكان، هذا أول خطوة، وثانيا يكون هي تثق بنفسها وبخبراتها. ثالث شيء ما يكون ماخذ المنصب هي كامرأة. الحملة تضمنت عرض فيلم وثائقي عن تجارب العديد من النساء في العراق، ليبيا، سوريا، فلسطين واليمن، خضن تجارب في مجالات عدة أبرزها سياسية، مع عرض لشهادات حية لنساء قياديات للحديث عن قصص نجاحهن لتكون نموذجا للنساء. عبد الحميد زيباري، الحرة، أربيل.